برقيات التجسس. المئات من وثائق الاستخبارات سربت لوحدة التحقيقات في الجزيرة، إنها تتراوح ما بين الخاص جدا والسري للغاية. أما مصدر هذه البرقيات فهي وكالات المخابرات الكبرى في العالم، من الموساد الإسرائيلي والMI6 البريطانية والFSB الروسية، وكذا من جنوب أفريقيا التي تواجه اليوم تداعيات أضخم تسريب وربما الأكثر إضرارا بها. إنه جهاز أمن الدولة الذي لم يحظى بعد بإدوارد سنودن الخاص به. هذا قد يسبب صدمة لمواطني جنوب أفريقيا لتراجع السيطرة الديمقراطية على جهاز أمن الدولة. خلال الأيام القادمة ستكشف الجزيرة عن سلسلة واسعة من الوثائق والقصص المتضمنة في برقيات التجسس، غير أن بعض أجزاء من البرقيات سيظلل لحماية الهويات. تفضح القصص الواردة في البرقيات العشرات من الأسرار التشغيلية من مختلف أنحاء العالم ابتداء من عام 2006 وحتى شهر ديسمبر من العام الماضي. ومما تتضمنه تقييم الموساد الإسرائيلي الحقيقي لبرنامج إيران النووي، مخطط لعملية اغتيال تستهدف زعيما في الاتحاد الأفريقي، وعملية لجهاز المخابرات البريطاني MI6 لتجنيد جاسوس من كوريا الشمالية. الحكومات والرؤساء والوزراء يستخدمون أجهزة الاستخبارات والأقسام الخاصة بشؤون الأفراد لتحقيق مآرب سياسية، ويمكن أن يتم ذلك بطريقة معاكسة، حيث تقوم الأجهزة بالتلاعب بالسياسيين وحملهم على عمل ما يخدم أجندات هذه الأجهزة. تكشف الأوراق عن سوء استخدام واستغلال للنفوذ وعن عمليات تستر تقوم بها أجهزة المخابرات العالمية، وتكشف عن ممارسات لا أخلاقية وعن شركات سرية تستخدم كواجهات وعن إخفاقات أمنية محرجة. في المجمل تسلط برقيات التجسس الضوء بشكل غير مسبوق على عالم الاستخبارات السري جدا والمسيس للغاية. يراقب جواسيس تابعون لمخابرات جنوب إفريقيا السفارة الإيرانية من كثب. لقد أتموا إعداد قائمة بأسماء الموظفين الحاليين والسابقين العاملين فيها، وبأسماء الزائرين المنتظمين، وحتى أسماء العاملين في تنسيق حديقتها. كما لاحظوا أن أحد الدبلوماسيين فيها لديه مشكلة إدمان على القمار، وأن الحكومة الإيرانية سعت لضمان ألا يراكم على نفسه الديون. تكشف البرقيات عن ماهية هذا الملف السري المكون من 128 صفحة حول إيران وقدراتها الاستخباراتية، وتصف الجاسوس الإيراني بأنه مفعم بالحماسة والنشاط ويصعب تجنيده، وهو في العادة مؤدب ومتسامح ومقنع. يقول التقرير السري الذي أعدته مخابرات جنوب إفريقيا إن إيران تسعى للتغلب على العقوبات المفروضة عليها، وأنها تشتري المواد التي تدخل في تصنيع الأسلحة، وهذا ما يراه البريطانيون أيضا. وتحذر برقية للMI6 يعود تاريخها إلى عام 2009 من وجود واجهة تجارية على شكل شركة لإنتاج الصواريخ ومنصة إطلاقها، وتسلط الضوء على زيارة مرتقبة إلى إيران سيقوم بها شخص يحمل الجنسيتين البريطانية والجنوب أفريقية. نكون ممتنين لأي إجراء بإمكانكم أن تقوموا به بموجب قوانينكم الخاصة بتراخيص التصدير للحيلولة دون إجراء الزيارات المرتقبة. يعتبر جواسيس جنوب إفريقيا أن محلات السجاد ووكالات الأنباء وخطوط الطيران ما هي إلا واجهات للمخابرات الإيرانية، بما في ذلك هذه المؤسسة الثقافية في كيب تاون. تعمل مؤسسة أهل البيت بالتنسيق التام مع وزارة المخابرات والأمن لجمع المعلومات والتعرف على ذوي المهارات ولنشر التطرف في أوساط الجاليات المسلمة. كما يتحدث الجواسيس عن ارتباطات إيرانية بجماعة أهلية من المتطوعين اسمها الشعب ضد عصابات الجريمة والمخدرات باغاد. هل تظن أنهم يتجسسون عليكم؟ نعم بالتأكيد، إلا أن مؤسسة آل البيت وباغاد تنفيان نفيا قاطعا أن يكون لهما أي علاقات بالمخابرات الإيرانية.
ليس مهما ما إذا كانت إيران أو العراق أو المملكة العربية السعودية، غير ممكن. باغداد لم تتلقى أبدا أي دعم من أحد. يقول التقرير إن الجواسيس يؤكدون وجود علاقات لإيران بما يسمى المنظمة المتطرفة المحلية، ولكن وبالرغم من كل التفاصيل يجد جواسيس جنوب إفريقيا صعوبة بالغة في التمييز ما بين ما هو حقيقة وما هو مجرد فزاعة يثيرها خصوم إيران، ويخلصون إلى القول بأنه ما زالت ثمة حاجة إلى إثبات مدى تورط المخابرات الإيرانية في جنوب إفريقيا. هذا البيت المتواضع في غرب لندن هو مقر سفارة كوريا الشمالية في بريطانيا. إنه مقر صغير لأنه لا يوجد الكثير من النشاط الدبلوماسي بين البلدين، ولكن على بعد أميال قليلة حيث مقر المخابرات البريطانية MI6 يوجد الكثير من النشاط التجسسي، وهذا ما تسلط الأضواء عليه برقيات التجسس. هذه الوثيقة السرية التي يفترض ألا تطلع عليها سوى أعين بعض المسؤولين في بريطانيا وجنوب أفريقيا صادرة عن المخابرات البريطانية MI6. تكشف الوثيقة النقاب عن خطة لتجنيد شخص من كوريا الشمالية للعمل كجاسوس. كان الشخص المستهدف مسافراً عبر جنوب أفريقيا، وكان يمثل حسب ما تصفه MI6 فرصة غير اعتيادية. سيذكره ضابطنا باجتماعهم السابق وسيشجعه على القبول بعلاقة طويلة المدى. كانت تلك هي المحاولة البريطانية الثانية مع ذلك الشخص، وكان البريطانيون بحاجة إلى مساعدة نظرائهم في جنوب أفريقيا. سيقوم جهازكم بالمراقبة السرية للتعرف على الشخص السين بمجرد وصوله إلى جنوب أفريقيا ويوفر له المقر الآمن، وسيبدو ضابطنا كما لو كان يعمل بشكل منفرد. تقول برقية التجسس إن المخابرات البريطانية MI6 عرضت على الشخص المستهدف ما وصفت بعلاقة سرية طويلة المدى مقابل مبلغ من المال. في عام 2010 أقر البرلمان البريطاني قانوناً يجعل من رشوة المسؤولين الأجانب أمراً غير قانوني، لكن أحد بنود القانون أعفى من ذلك أجهزة المخابرات. حدث ذلك برغم معارضة نواب رأوا أنه لا وجود لأدلة مقنعة على حاجة الجواسيس إلى إذن قانوني لتقديم الرشا. تم رفض هذا الاعتراض، واليوم ما تزال وكالات المخابرات البريطانية فوق ذلك القانون. هذه قنبلة وهذا صاعق. باتت مفتوحة وسيئة الصيت تلك اللحظة التي حذر فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة من أن إيران ستحصل على القنبلة النووية. إنه تبسيط للصورة وكذلك الرسالة. بحلول الربيع القادم وربما كحد أقصى في الصيف القادم حسب معدل التخصيب الحالي، سيكونون قد انتهوا من الإخصاب الوسطي ومضوا قدما باتجاه المرحلة النهائية. تكشف البرقيات الجاسوسية النقاب على أنه فيما وراء الكواليس، وفقط بعد شهر واحد من هذا الخطاب أرسلت المخابرات الإسرائيلية رسالة ذات فحوى مختلف تماما. هذا تحليل سري صادر عن الموساد ومؤرخ في أكتوبر من عام 2012. لا تقوم إيران في المرحلة الحالية بالنشاطات اللازمة لإنتاج الأسلحة، إنما هناك تحذير مما قد تؤول إليه الأوضاع مستقبلا. تعمل إيران حاليا على سد بعض الفجوات في المجالات التي تبدو مشروعة، مما قد يقلص الزمن المطلوب لإنتاج الأسلحة من اللحظة التي تصدر فيها التعليمات. وكان رئيس الموساد في وقت مبكر من ذلك العام قد أومأ بأنه يختلف مع نتنياهو فيما ذهب إليه، وكان في ذلك واضحا شن هجوم على إيران ليس بالطريق الصحيح. تقدر الموساد في برقية التجسس أن لدى إيران 100 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى مستوى 20%، وأنه كان يمكن لمزيد من الإخصاب أن يوصلها إلى إنتاج الأسلحة النووية، إلا أن إيران تخلصت من ذلك كجزء من المفاوضات الجارية بشأن برنامجها النووي. تسلط برقيات التجسس ضوءاً جديداً على خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة، وتتساءل من أين جاء بمعلوماته تلك.
تظهر لنا برقيات التجسس كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية تمارس اللعب السياسي فيما بينها. صوت المؤتمر العام لتوه لقبول فلسطين عضوا في اليونسكو. منحت منظمة اليونسكو دولة فلسطين عضوية كاملة في عام 2011، ومنذ ذلك الحين ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يسعى لمزيد من الاعتراف داخل مؤسسات الأمم المتحدة. إلا أن البرقيات تبين كيف أن الأمريكيين والإسرائيليين حاربوا هذه السياسة على أعلى المستويات. إحدى البرقيات من عام 2012 تكشف عن مكالمة هاتفية سرية من البيت الأبيض إلى رئيس السلطة الفلسطينية. هدد الرئيس أوباما الرئيس محمود عباس من عواقب مضيه قدما في مشروع الحصول على اعتراف بفلسطين من قبل الأمم المتحدة، في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تضغط فيه على السلطة الفلسطينية. ظهر أنهم كانوا يسعون لإجراء اتصال مع حركة حماس التي يعتبرونها منظمة إرهابية. تكشف إحدى البرقيات السرية أن عميلا للCIA المخابرات الأمريكية في القدس الشرقية طلب من نظير له من جنوب إفريقيا أن يصله بالحركة. كتب العميل من جنوب إفريقيا قائلا إن CIA تبدو في حاجة ماسة لإيجاد وسيلة للتواصل مع حماس في غزة، وقد أوصى جهازه بأن يساعد لأن جنوب إفريقيا من خلال المساعدة في هذا الأمر ستكون لديها فرصة للاستفادة من التواصل بين الطرفين. في هذه الأثناء في عام 2009 تلقى رئيس جهاز مخابرات جنوب إفريقيا مكالمة هاتفية مباشرة من رئيس الموساد مائير داغان، فصدمه هذا الانتهاك للعرف البروتوكولي، وما كان منه إلا أن طلب من موظفيه التأكد من صحة الرقم الذي جاء منه الاتصال. فيما بعد جرى الاجتماع. كان الموساد يريد من جنوب إفريقيا التصويت ضد تقرير جولدستون الصادر عن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن حرب غزة عام 2009، وكان القاضي المرموق في جنوب إفريقيا ريتشارد جولدستون هو الذي ترأس البعثة التي أتان تقريرها إسرائيل بارتكاب العديد من جرائم الحرب. يقول الموساد إن موقف الرئيس الفلسطيني غير المعلن كان يدعم الموقف الإسرائيلي، وكان هو أيضا يرغب في أن تصوت جنوب إفريقيا ضد التقرير. وحسب ما قاله رئيس الموساد فإن الرئيس محمود عباس كان يخشى من أن يؤدي التصويت لصالح التقرير إلى خدمة منافسيه في حماس وأن يضعف ذلك موقفه. وبهذه الطريقة تكشف البرقيات عن أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية كانت تشكل فيما بينها تحالفات غير معلنة ما كانوا أبدا ليعترفوا بوجودها في العلن. تبدو القضية بسيطة ومباشرة وبلا أدنى تعقيدات. قبض على رجلين متلبسين بمحاولة بيع مواد مسروقة تشتمل على مخططات صواريخ وبرامج كمبيوتر وقطع أجهزة تابعة لشركة دينيل الجنوب أفريقية التي تصنع الأسلحة. بادرت الشرطة بنصب كمين من خلال تظاهر بعض أفرادها بأنهم تجار روس يرغبون في الشراء، وتم القبض على المشتبه بهم خارج جوهانسبرغ في عام 2010. لم تحظى العملية بتغطية إعلامية واسعة، فقد كتب عنها صحفيون لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة. كان يمكن أن تكون قصة مغرية جدا لو أن المرأة كان مطلعا على كافة ترتيبات الكمين ومن ثم اعتقال الأفراد وإلى ما هنالك، إلا أن الإعلام لم يكن مستوعبا لما في القصة من دراما فعلية. تكشف البرقيات التجسسية عن تفاصيل في غاية الأهمية جرى حجبها عن الرأي العام. بطريقة ما تمكن الموساد الإسرائيلي من الحصول على مخططات الصواريخ المضادة للدبابات، فجر ذلك معركة خفية بين الجواسيس من الجانبين. أرادت جنوب أفريقيا استعادة المخططات وطالبت بها فحصلت على هذه الإجابة. في ضوء التعاون الوثيق بين أجهزة مخابراتنا بإمكاننا على الأقل إعادة المخططات لكم، ولكن بشرط واحد. المواطن الإسرائيلي السيد إسحاق تاليا متورط في هذا الأمر، ونقدر لكم أن توافونا بتأكيد من السلطات المعنية بأن المواطن الإسرائيلي لن يحاكم أو يقحم في أي قضايا قانونية.
تسترت جنوب أفريقيا على تورط إسرائيل فاستعادت مخططاتها غالبا بعد أن تمكن الموساد من نسخها. جرت محاكمة بعدها بعامين ولم يأتي أحد فيها على ذكر الدور السري لإسرائيل في هذه القضية. خضعت جنوب أفريقيا فيما يبدو لتلك الشروط وفي هدوء استعادت خططها المسروقة. أما المتهمون فحكموا هنا، بينما غادر المواطن الإسرائيلي المتورط في القضية محصنا من أي متابعة قضائية. ناصر آية الطاهر، الجزيرة، بريتوريا. برقيات التجسس. المئات من وثائق الاستخبارات سربت لوحدة التحقيقات في الجزيرة، إنها تتراوح ما بين الخاص جدا والسري للغاية. أما مصدر هذه البرقيات فهي وكالات المخابرات الكبرى في العالم، من الموساد الإسرائيلي والMI6 البريطانية والFSB الروسية، وكذا من جنوب أفريقيا التي تواجه اليوم تداعيات أضخم تسريب وربما الأكثر إضرارا بها. إنه جهاز أمن الدولة الذي لم يحظى بعد بإدوارد سنودن الخاص به. هذا قد يسبب صدمة لمواطني جنوب أفريقيا لتراجع السيطرة الديمقراطية على جهاز أمن الدولة. خلال الأيام القادمة ستكشف الجزيرة عن سلسلة واسعة من الوثائق والقصص المتضمنة في برقيات التجسس، غير أن بعض أجزاء من البرقيات سيظلل لحماية الهويات. تفضح القصص الواردة في البرقيات العشرات من الأسرار التشغيلية من مختلف أنحاء العالم ابتداء من عام 2006 وحتى شهر ديسمبر من العام الماضي، ومما تتضمنه تقييم الموساد الإسرائيلي الحقيقي لبرنامج إيران النووي، مخطط لعملية اغتيال تستهدف زعيما في الاتحاد الأفريقي، وعملية لجهاز المخابرات البريطاني MI6 لتجنيد جاسوس من كوريا الشمالية. الحكومات والرؤساء والوزراء يستخدمون أجهزة الاستخبارات والأقسام الخاصة بشؤون الأفراد لتحقيق مآرب سياسية، ويمكن أن يتم ذلك بطريقة معاكسة، حيث تقوم الأجهزة بالتلاعب بالسياسيين وحملهم على عمل ما يخدم أجندات هذه الأجهزة. تكشف الأوراق عن سوء استخدام واستغلال للنفوذ وعن عمليات تستر تقوم بها أجهزة المخابرات العالمية، وتكشف عن ممارسات لا أخلاقية وعن شركات سرية تستخدم كواجهات وعن إخفاقات أمنية محرجة. في المجمل تسلط برقيات التجسس الضوء بشكل غير مسبوق على عالم الاستخبارات السري جدا والمسيس للغاية.